كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. حجر الفوسفور المضيء بحد ذاته لا يعتبر ضمن أي من الأحجار الكريمة أو الشبه الكريمة أو حتى الأحجار الطبيعية، حيث يتم تكوينه من خلال إضافة بودرة الفوسفورين أو المضيئة إلى أحد الأحجار المناسبة، والتي غالبا ما تكون بيضاء اللون كبيرة الحجم مستجيرة. قد عرفت تلك المواد والمركبات منذ فترة طويلة ترجع إلى 1000 عام قبل الميلاد طبقا لما ورد في بعض الكتابات القديمة، ومن المرجح أن تاريخ معرفتها يرجع إلى قبل ذلك على الرغم من عدم معرفة البشرية لها في ذلك الحين بنفس المفهوم العلمي الحالي. تمت مادة الفوسفور منفردة لأول مرة في المختبر عام 1669 من قبل العالم الفيزيائي الألماني هينيغ براوند. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.